ودلوقتي معانا اتنين تانين، نور القسط اتفضلي، مين بقى يا نور تفتكري؟ اي حد عايش، اي حد مش فارقة. احمد ناصر. نور وناصر، ناصر ونور، شايف اعصابه عامله ازاي؟ بصي عامل ازاي؟ واخد الموضوع على اعصابه جدا. تسيبي له الهدفين وخلاص؟ لا لله لله. مقابل ايه يعني؟ مقابل ايه بالظبط كده؟ مفيش هزار. رياضة. والسؤال هو في أي دولة أوروبية يقع المقر الرئيسي للاتحاد الدولي للدراجات؟ سويسرا. سويسرا الهدف الأول. الهدف الأول، برافو عليك يا أحمد يا ناصر، خد هدف. وأنا لو منك كان ممكن أحاول أقول سويسرا برضو، لأن أغلبية الاتحادات في سويسرا. أنا خليها برضو كده. انت خدتها كده صح؟ شفتي؟ شفتي؟ هو خدها IQ.